القرش ده استغل ان الحوت ميت وقرر ياكله، والفيديو ده جاب ملايين المشاهدات، ولكن القرش ده ما يعرفش انه كده بياكل اكبر قنبله طبيعيه موجوده على وجه الارض، وان الحوت العملاق ده ممكن ينفجر في اي لحظه وينهي حياته. الحوت لما بيموت بيتخزن في جسمه مجموعه من الغازات زي غاز الميثان وكبريتيت الهيدروجين، والعلماء بيحذروا من الاقتراب من جثه الحوت، ودي معلومه هتنفعك لو انت ماشي في الشارع في مره ولقيت جثه حوت قدامك.